السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة من جلسات البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم لشرح مادة الـ للصف الرابع الابتدائي Dear students, welcome in a new live session to explain T. subject for the fourth grade. Today I will complete same four software projects. I will talk about lesson 5 algorithms and lesson 6 principle of coding تمام <applause> احنا هنكمل سيم 4 هناخد lesson 5 algorithms and lesson 6 principle of coding تمام أه في الدرسين دول التو two lessons are related to each other يعني مرتبطين ببعض تمام في هناخد فيهم we will get an idea about programming هناخد ايه ايديا كده about the programming تمام طيب ده اللي هو درس 6 اللي هو ليسون اه برينسيبال اوف كودينج ليسون 5 اللي هو الالجوريزمز اللي هو بنقول عليه البري بروجرامنج ستيج pre-programming stage قبل عمليه البروجرامنج قبل ما ناخد ايديا كده about the في حاجة اسمها the pre-programming stage اللي هي المرحلة اللي بتسبق عملية البرمجة اللي هي the first step في the programming وبتبقى important قوي قبل ما تعمل programming قبل ما تبرمج قبل ما تعمل برنامج قبل ما تقعد تخترع جيم في آه اللي هي الـ Pre-Programming Stage اللي هي المرحلة الـ اللي هي حاجة اسمها الـ Algorithms تمام؟ بنقول عليها الـ Manual Paper Based Stage يبقى بنقول عليها الـ Pre-Programming Stage أو الـ Paper أو الـ Manual Paper Based Stage اللي هي مرحلة يدوي بنكتبها على الورق قبل ما نبدا نقعد على الكمبيوتر ونعمل كودينج في البري ستيج اللي هي البري بروجرامنج ستيج اللي هي الالجوريزمز تمام تعالوا نشوف كده في ليسون 5 ليسون 5 اللي هو قلنا هنتكلم عن حاجه اسمها الالجوريزمز <algorithm>. اللي هي البري البري بروجرامنج ستيج هنتكلم على الكونسبت اوف الالجوريزمز ايه ده هناخد مجموعه من الاكزامبلز اللي احنا بنقدر نستخدم فيها الالجوريزمز تمام وهنشوف how to solve a problem using an algorithm. تعالون شوف الconcept بتاع الalgorithm. what is the meaning of algorithm؟ وهو ليه ال 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 first أو the pre programming stage أو the first stage في the programming. يعني هو ليه the first stage في the programming اللي إن أنا بعمل حاجة اسمها algorithm. تمام؟ The algorithm is a series of steps that explain how to perform a task. أنها مجموعة من الsteps اللي بتساعدك تؤدي مهمه التاسك دي ممكن تبقى مثلا الجيم اللي انت هتقعد تبرمجها ما هي البروجرامنج ده ات إيه مينز ايه اللي هي معناه ان انت مثلا تكريت جيم تكريت ابلكيشن تكريت ويب سايت تخترع حاجه تبتكر لعبه مثلا فاللعبه دي ممكن تكون عباره عن التاسك طب عشان تبرفيرم التاسك دي وكريت الجيم دي في مجموعه من الستبس تمام اللي انت بتعملها تمام الستبس دي هي اللي اسمها الالجوريزمز فانت بقى اللي هي البري بروجرامنج إيه ستيج إيه اللي هي قبل مرحله البرمجه فانت بتقعد تكتب الانستراكشنز او الستبس ذات help you تو بيرفورم this تاسك اللي هي هتساعدك في ان انت تؤدي المهمه دي اللي انت تعمل الجيم دي ممكن نقول بمعنى آخر set of steps arranged to solve problem برضو اعتبر ان الايه البروجرامينج اللي انت هتقعد تعمله اللي هي الجيم اللي انت هتقعد تخترعها او البرنامج اللي انت هتقعد تكريته ده problem طب عشان تحل البروبلم دي في ستبس هتساعدك فانت قبل ما بتعمل البروجرامينج قبل ما بتقعد تخترع اللعبه اون ذا كمبيوتر بتعملها بيه برضه manual paper based stage اللي هي مرحله ما, ما مرحله على الورق فبتكتب ايه؟ فبتكتب الستبس بتكتب ايه؟ بتعمل ايه؟ بتكتب ستبس that describe how to solve the problem بتقعد تكتب ال الخطوات that help you to or the... that describe how to solve the problem هتساعدك الخطوات اللي هتساعدك او توصف لك انت ازاي هتحل المشكله or achieve ايه يور تاسك او ازاي هتوصل للمهمه بتاعتك يبقى مفهوم الالجوريزمز عامه هي عباره عن ستيبس تمام الستيبس دي انت كشخص بتقعد تكتبها الستيبس دي بتساعدك تو ايه تو سولف يور بروبلم او تو ايه او تو بيرفيرم يور تاسك بتساعدك ان انت تعمل تحل مشكلتك او تؤدي المهمه بتاعتك طب هو الستيبس دي الستبس اللي احنا بنعملها دي تمام او الالجوريزمز دي هاف باترن يعني ليها باترن كده واحنا بنعمل لها saving بنحفظها وبعدين بنكتبها في اي تاسك بر... او اي بروبلم لا ال... كل كل تاسك او كل بروبلم بيبقى ليها الالجوريزمز بتاعها تمام يبقى احنا بنكريت الالجوريزم او بنطيب الالجوريزم الالجوريزم according to ذا the task or a problem يعني انت مثلا وقعت في مشكله معينه بتقعد تكتب لها الالجوريزم بتاعها according to ايه this problem تمام اه في مهمه معينه عايز تاديها عشان تحلها بتعمل ايه بتقعد تكتب لها الستبس اللي هتساعدك في حلها اللي هي الالجوريزم بتاعها يبقى الالجوريزم دي عباره عن الستبس that help you to perform your task اللي هتساعدك في حل المشكله طب مين اللي بيعمل الستبس دي انت إنت اللي بتقعد تكتب الإيه الستبس دي، إنت اللي بتقعد تكتب الستبس دي، تمام؟ طيب، طب تعالوا مثلا ناخد مثلا بيقول لك إيه إكزامبل كده when يو be... want to prepare a meal. إيه ده إنت جيت مثلا عايز تعمل وجبة مش عارف أكلة كده معينة مش عارف، وي هاف أ ريسبي، تمام؟ الريسبي دي اللي هي الوصفة، this recipe is type of algorithm، يعني إنت مثلا عايز تعمل أكلة ومش عارف. فسألت حد فالحد ده قال لك الرسبي الانستراكشنز الريسبي دي اللي احنا بنقول عليها الانستراكشنز الانستراكشنز اللي ذات هيلب يو تو بريبير يور ميل الانستراكشنز دي هو هيقول لك ايه الفيرست ستيب بيعمل وكذا step كذا وكذا والفيرست والسكند ستيب كذا والثيرد ستيب كذا هيقعد يقول لك اعمل خطوات كذا وكذا وكذا اللي هي الريسبي اللي هي الوصفه الريسبي دي احنا بنقول عليها الجوريزم الوصفه دي هي الجوريزم لانها عباره عن ايه الستبس اللي ذات هيلب يو to إيه؟ تو perform your task اللي ساعدتك في إن أنت تؤدي المهمة بتاعتك، تمام؟ فلما when you want to prepare a meal لما تيجي تحضر وجبة، we have a recipe، عندنا الوصفة، ال recipe دي إيه الجوريزم طب ال دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن set of instructions that will lead you to prepare this إيه meal اللي بتساعدك في إن أنت تؤدي الوجبة بتاعتك. اللي بتعمل ايه بقى زي ما قلنا قبل شويه describe how to solve the problem او ايه او to perform your task اللي بتساعدك في ان انت تحل المشكله بتاعتك او ان انت إيه توصل إيه, 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 ايه تؤدي المهمه اللي انت مثلا ايه عايز تؤديها تمام كده طيب تعالوا نشوف بقى اكزامبل إيه للالجوريزم بيقول لك ايه هاو بريبير او فلافل ساندوتش انت عايز مثلا تعمل ساندوتش فلافل تمام اللي هي ساندوتش فول طعميه تمام فبيقول لك علشان إيه؟ ده يعتبر ايه بروبلم انت واقع فيها مش عارف تعمله علشان تعمل الفلافل ساندوتش ده في مجموعه من الـ من الستبس اللي بتساعدك اللي انت تعمل الصنج بتاعك تمام الستبس دي بقى اللي هي هنقولها دي اللي هي ورا بعض دي دي اللي بنسميها ايه بقى اللي بنسميها الالجوريزم دي اللي بنسميها ايه برضو بنسميها الرسبي يبقى الرسبي دي هي الالجوريزم اللي بيساعدني ان انا ايه آه ابرفيرم تاسك او ان انا اعمل ايه او ان انا بريبيرز ذيس ميل ان انا اؤدي اعمل الوجبه دي طب تعالوا نشوف الستبس بقى بيقول لك ايه بريبير ذا كومبوننت يو ويل تو ميك فلافل ساندوتش يبقى انت هتجيب الكومبوننت اللي هتساعدك في ان انت تعمل الساندوتش الفول بوت ذا بيتا بريد اون ا بليت هات الطبق بتاعك وهات البيتا بريد اللي هو القرص العيش ال ال بتاعك تمام وحطه في الطبق Uh, open the بيتا بريد ابدا افتح الرغيف ابدا افتح الرغيف من النص يعني افتحه علشان تقدر تحط فيه ايه المكونات uh, put the amount of, uh, of put the amount of you want put the amount you want of the flavour in, in, in the bread هات مجموعه من اقراص الطعميه بتاعتك اللي انت عايزها وحطها فين في البريد بتاعك تمام بعد كده هتعمل ايه بقى الستيب نمبر 5. الستيب نمبر 5 كراش كراش ذا فلافل افتر ايه بليسنج زيم انتو ذا بريد يعني بعد ما تحطها في البريد بتاعك ابدا اطحن الراس. يعني ايه ابدا ايه اهرسها في الساندوتش بتاعك وبعدين اد طحيني اند سلس بعدين حط طحينه وسلطه تمام يبقى دي الريسيبي دي الوصفه الريسيبي او الوصفه دي ساعدتك تو ايه تو بريبير يور ميل ساعدتك ان انت تعمل للوجبة بتاعتك تمام دي بقى ايه ات مينز ايه ات مينز الجوريزم يبقى ات مينز الالجوريزم دي تعتبر ايه الجوريزم تمام ساعدك تو ايه ساعدك تو بيرفيرم يور تاسك ان انت تؤدي المهمه بتاعك او تو سولف يور بروبلم برو تحل المشكله بتاعتك تمام كده تعالوا ناخد example تاني إيه لالجوريزم example تاني اذر example of ايه الجوريزم كلين يور روم Uh, your mother asks you to clean your room مامتك مثلا طلبت منك ان انت to clean your تمام؟ طب عشان تكلين الروم بتاعتك وتطلع في النهايه uh, uh, as you want زي ما انت عايز او as your mother wants زي ما مامتك عايزه انت بتقعد تكرييت او تطيب الجوريزم تقعد تكتب لنفسك ستيبس ايه الستيبس اللي هتعملها تمام تو برفيرم ذيس تاسك علشان تؤدي المهمه اللي هتساعدك ذات هيلب يو تو ايه تو سولف بروبلم اللي هتساعدك في حل المشكله دي ان انت كلين يور روم تمام فالستبس دي انت بتقعد تكتبها هتقول مثلا ايه انا هكلين ذا داس هبايب ذا فلات سورفيس كلين ذا فلور مثلا ممكن تقول ايه يعني هتقعد تكتب بقى ستبس هتقول بريبير كليننج تولز هجيب التولز اللي هتساعدني هكوليكت ان ونتد ايتمز فروم ذا فلورز هلم الحاجات اللي على الارض اللي مش عايزها ايه ميك ذا بيد اند ارينج ذا كفرز هعمل السرير واطبق و... و... ولا ارتب الاغطيه بتاعتي دي كلها دي كلها الستبس دي هتقعد انت تكتبها كده مع بعض في ورقه تمام وبعدين بعد كده هتاخد بقى الستبس دي وتمشي على ستيب, ستيب 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 باي ستيب علشان في النهايه توصل ان انت عملت الكليننج يور ان انت نظفت الايه الحجره بتاعتك تمام دي برده تعتبر ايه الستبس دي اللي خليتك تكلين يور روم اللي انت كتبتها او اللي انت قلتها هتساعدك في ان انت تنظف الروم بتاعتك دي تعتبر ايه الجوريزم يبقى دي نوع من ايه تايب اوف الجوريزم طب تعالوا ناخد اكزامبل ثاني a problem in math في عندك مش... مسألة في الماثماتيك اه بروبلم بتاعتك اه مسألة حسابية to solve the math problem you must follow series steps في هت... 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 يعني عشان تحل مشكلة وقعت فيها مثلا عشان تحل مسألة math you must follow series of steps في خطوات كده هتمشي عليها series of steps دي الخطوات اللي انت هتمشي عليها دي it's called algorithm الانستراكشنز اللي هي بقى ايه السيريز اوف ستيبس دي الانستراكشنز الانستراكشنز التعليمات اللي انت هتمشي عليها تمام دي اسمها ايه ات كولد الجوريزم يبقى دي تعتبر الجوريزم تمام زي مثلا ايه بقى لو انت مثلا عايز تعمل اديشن لتو نمبرز إيه تو نمبرز يو want تو اد اني تو نمبرز عايز تجمع اي رقمين تمام الرقمين دول آآ 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 عايز تعمل لهم عمليه اديشن ففي مجموعه من الستبس زي ما انت شايف كده الستبس دي هتساعدك في عمليه الاديشن تمام لو انت مشيت عليها ستيب باي ستيب في الاخر هتطلع الريزلت بتاع السميشن بتاع او الاديشن هتقول ايه رايت ذا تو نمبرز يبقى دي ستيب نمبر 1 هكتب الارقام اد طب الأرقام دي ممكن التو نمبرز اللي انت عايز تجمعهم ده ممكن يكون فيهم وانز وتينز وهندرز يعني فيهم أحد وعشرات ومئات فأنت هتبدأ تعمل ستيب تو بعد ما بكتب التو نمبرز هبدأ ايه؟ اد الوانز تمام؟ اد the ones place on each number وبعدين هعمل ايه؟ write the letters هجمع الوانز اللي هي الاحاد مع بعض وwrite the result of addition وهكتب الـ 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 النتيجة بتاعت الجمع في البطن في تحت بعد كده هكرر بقى ريبيت ستيب 2 اند ستيب 3 اللي هي اد بقى ايه بقى في الحاله دي هاد التنسز وبعدين هبدا بعد ما اد اعمل ايه رايت uh, الريزلت تمام وبعدين برضو نمبر هاد إيه? هعمل ريبيت للستيب نمبر 2 تاني ان انا هعمل اد للهندردز وبعدين بعدها هعمل ايه رايت للريزلت يبقى إيه واحط الريزلت فين في البليس بتاعه يبقى انا في النهايه كده قلت لنفسي ايه الستبس اللي, اللي انا هعملها عشان اعمل عملية الاديشن تمام يبقى الستبس دي الستبس دي it means algorithms هي عبارة عن algorithms ليه بقى لانها عملت لك عملية describe وصفت لك how to add two numbers وصفت لك ان انت ازاي تأد تو numbers ان انت تحل ايه تجمع عددين تمام كده طب تعالوا ناخد مثال تاني اكزامبل تاني Other examples of algorithms يعني برضه هناخد example تاني يعني إيه برضه algorithm when you use your computer to search on the internet أنا مثلا مستخدم ال أو ال توب to search تمام when you enter the keywords you are look for the, search engine takes step to deliver results يبقى لما انت بتكتب الكيورد بتاعتك في السيرشنج بار انا فتحت جوجل وكتبت الكيورد بتاعتي كي كلمه كيورد ات مينز ايه؟ الوردز اللي انت بتخت... بتستخدمها في عمليه السيرشنج زي مثلا انا عايز اجيب انفورميشن اباوت جيزا بيراميدز يبقى كلمة جيزة بيراميدز دي دي اللي هي كيوردز الكيوردز الكلمات اللي هو جوجل هيبدأ يعمل سيرشنج بناء عليها يعني اللي هي هتساعده في عملية الايه اللوكينج فور عملية البحث يبقى وين يو انتر ذا كيوردز اللي هي مثلا كلمة الجيزة بيراميدز يو ار لوكينج فور اللي انت عايز تبحث عنها السيرش انجن هيعمل ايه بقى؟ هيبدا يعمل عمليه السيرشنج هيبدا يعمل عمليه السيرشنج اباوت بناء على ايه اكوردنج تو ايه في عنده ستوري جوه الجوريزم في عنده الجوريزم جوه الالجوريزم ده هو اللي هيهلب السيرش انجن اللي, هي... اللي هيساعد جوجل في عمليه السيرشنج في عمليه البحث ليه لان الالجوريزم ده هيبقى فيه الستبس الخطوات ذا ديسكرايب اللي بتوصف له هاو هاو ايه هاو تو سيرش ازاي يعمل عمليه البحث ازاي سيرش تمام يبقى هو اه السيرش انجن جوجل اللي هو جوجل بيعمل عمليه السيرشنج اكوردنج تو الجوريزمز طبقا لايه لوصفه متخزنه عنده جوه بتساعده هو ازاي يعني هو لانه هو مش عارف هو هيعمل عمليه بحث ازاي فهو عشان أنا أنا كشخص أوصف له إزاي يعمل عملية البحث فأنا كتبت له ألجوريزم ده الراجل طبعا اللي عامل برنامج الألجوريزم اللي عامل برنامج الجوجل اللي هو السيرش انجن متخزن عنده جوه ألجوريزم وصفة تمام كده الوصفة دي بتوصف له إزاي هيعمل السيرش هاو تو سيرش تمام وبتبقى متخزنه جوه السيرش انجن بتبقى متخزنه جوه السيرش انجن الوصفه دي اتنين ايه الالجوريزم يبقى السيرش ايه انجن سيرش بيعمل عمليه السورشنج ايه اكوردنج تو ايه اكوردنج تو حاجتين الالجوريزم اند الايه اند الكي ووردز الالجوريزم اللي هي الوصفه طب هي الوصفه دي هتساعده انه يبحث اباوت ايه اباوت الكي ووردز اللي انت كاتبها فهو هيبحث بالستبس بالخطوات وهياخد الكلمه الكي ووردز اللي انت كتبتها وبعدين يعمل عمليه الايه السيرشنج البحث طب هو ازاي بيعمل آآ آآ جوجل او سيرش انجن ده ازاي بيعمل سيرش باي يوزنج الجوريزم بالالجوريزم بيقول لك ايه الالجوريزم بيعمل عمليه انالايز بيعمل عمليه تحليل طبعا لان جوجل كسرش انجن عنده بليون بليونز اوف ويب بيجز عنده بلايين الصفحات متخزنه عنده عنده مواقع كتير وصفحات كتير متخزنه فهو انت بتكتب له مثلا الكيورد بتاعتك اللي هي مثلا جيزا بيراميدز فهو هيبدا يعمل سيرش على جيزا بيراميدز في البليونز اوف الويب بيج في ملايين الصفحات بتاعته according to إيه بقى؟ according to algorithm مين اللي هيساعده في عملية الـ دي؟ طبقا، according to مين؟ الـ algorithm الـ algorithm اللي جوه اللي هو هيساعده أن هو هيبحث إزاي؟ هيساعده أن هو يعمل بقى إيه؟ الـ analyze يحلل يشوف إيه بقى؟ شوف بقى كده بيقول لك إيه؟ search engine use algorithm to analyze billions of a web page on the internet and determine which web page are most relevant هيشوف إيه ال ال web page الويب بيجز ذات ار موست ريفلنس اللي هي هيشوف ايه هي الصفحات اللي فيها اكتر او اكتر مطابقه للكلمه اللي انت كتبتها يعني انا مثلا كتبت له الجيزه بيراميدز يبقى هو هيجيب عنده كل الويب بيجز اللي اللي فيها كلمه ال ال الجيزه بيراميدز اللي هي ايه موست ريفلنس يعني اللي فيها اكثر مطابقه للكي وورد اللي انت كتبتها فلو ما فيش الالجوريزمز ده عنده جوه مش هيقدر يعمل عمليه الأنالايز يبقى في جوجل كسرش انجن بيعمل عمليه Searching اكوردنج تو ايه الالجوريزمز والالجوريزمز دي بتبقى ستوريد عنده متخزنه عنده ايه متخزنه عنده جوه يبقى عمليه Searching في جوجل بتتم بناء على ايه الالجوريزمز هي الالجوريزمز دي الوصفه ايه الوصفه دي اللي بتساعد جوجل في انه ازاي يعمل عمليه ايه السيرشنج تمام كده طيب برضو في مثال تاني اكزامبل تاني اه انا عايز اعمل ميز دي المتاهه تمام كرييت ان الجوريزم تو موف فروم بوينت اي تو بوينت بي ميز في ال... انا عايز اموف فروم اي تو تمام ايه هي الستبس اللي انا هعملها علشان ايه اتنقل من ايه من النقطه ايه للنقطه بي زي ما انتم شايفين كده هبدا اكتب لنفسي انا هكتب الجوريزم أنا لسه ما عملت أنا هبدأ أكتب algorithm أم paper كده في ورقة هو أنا how to move تمام from point A to point B أول مثلا step هكتب ايه take ا ستيب يعني همشي خطوة للأمام وبعدين هعمل تورن ليفت وبعدين تيك ستيب فورد أمشي خطوة للأمام وبعدين تورن رايت right. وبعدين تيك ستيب forward وبعدين تورن رايت right. هبدأ أقول لنفسي ايه الستبس اللي أنا هعملها علشان امشي في الميز دي اللي هتوصلني للبوينت بي تمام فانا هبدا ايه اكتب الستيب دي زي ما انت شايف كده تيك ا ستيب فورورد بعدين تيرن ليفت تيك ا ستيب فورورد بعدين تيرن رايت تيك ا ستيب فورورد بعدين تيرن رايت تيك تو ستيبس على حسب بقى انت هتمشي ستيب على حسب الايه الديستنس يعني الديستنس دي هتمشي ستيب الديستنس دي طويله شويه همشي ايه تو ستيبس تمام فهنا توك تيك تو ستيبس فورورد بعدين تورن ليفت يعني انا هكتب إيه إيه اللي هي الايه الستبس اللي هتخليني اموف فروم بوينت ايه تو بوينت بوينت بي هكتب الديسكريبشن الوصف يبقى انا في الالجوريزمز ده انا هكتب الديسكريبشنز الوصف اللي هيخليني ايه احل البروبلم دي ان انا اموف من بوينت ايه تو بوينت بي تمام في في ليسون 6 بقى احنا هناخد الكودينج الكودينج اللي هو البرمجه اللي هي بقى ايه كرييت الميز دي بس ثرو كودينج احنا دلوقتي عملنا الميز دي المتاهه دي وانا كتبت لها الجوريزم يعني وصفه كده اون بيبر لا انا عايز اعمل بقى ترانسفورم للالجوريزم ده ثرو كودينج يعني اكتبه بقى من خلال البرمجه يعني فعلا بصوا كده ان انا فعلا لما اضغط على اعمل بقى ميز كده واضغط فعلا ابدا استارت تقوم البنت دي تتنقل من النقطه بي إيه 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 زي النقطة بي تمام زي ما انتم مثلا شايفين كده وده عباره عن كودنج يعني انا عملت مثلا كود مش من خلال الالجوريزم اللي انا كاتباه الخطوات دي لا انا خدت بقى الالجوريزم ده وقعدت بقى عملت له إيه, 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 ايه؟ عملت له ترانسفورم الكود استخدمت ايه بقى؟ استخدمت بروجرامينج لانجويج، استخدمت لغه برمجه ساعدتني في ان انا احول الالجوريزم ده لبرنامج ما هو الكمبيوتر مش هي اندرستاند الالجوريزم ده مش هيفهمه الالجوريزم ده انا كاتبه انا باخد بعد كده الالجوريزم ده واعمل له ترانسفورمنج احوله لكود بحوله لكود عن طريق ايه بايوزنج البروجرامنج لانجويج بستخدم لغه برمجه بنزلها عندي على الكمبيوتر والبروجرامنج لانجويج دي بتعمل ايه بقى ات هيلب اس تو ايه تو كرييت بروجرام بتساعدني في ان انا ايه اعمل برنامج ان انا بت, بت... هيلب تو كودنج ان احنا نبرمج تمام ان انا اعمل ترانسفورم للالجوريزم ده للكود زي ما انتم شفتوا كده ده كودنج ده... ده... ده عن طريق الكود بس انا مثلا صورتها ووريتها لك تمام طيب ودي هنشوفها في آه ليسون 6 ازاي انا عملت كود وازاي انا ايه الاكواد اللي انا ايه الكودنج اللي انا كتبته عملت له كرييشن علشان خليت البنت تموف من, من بوينت ايه تو بوينت ايه تو بوينت بي تمام طيب تعالوا كده نشوف مجموعه من الكويشن اباوت ليسون ايه اباوت ليسون 5 choose the correct answer dot is a series of steps that explain how to perform task احنا لسه قايلين بقى مين اللي explain how to perform تاسك task من اللي بتساعدك ان انت to perform تاسك task تساعدك ان انت to perform your task تمام هل هي الـ search engine ولا الالجوريزم ولا الاكسل ولا الplaying طبعا الالجوريزم letter b الالجوريزم is dot to perform تاسك task يعني هنا الكويشن جاي ايه بشكل تاني الالجوريزم is

الجوريزم عبارة عن الآلجوريزم تمام؟ اللي هي اللي قلنا عشان نبريبير ميل you must follow a بتتبع وصفة الوصفة دي it's إيه a شو choose the correct نمبر فور 4 you can type نقط into a search engine to search for information online أنا عايز for information بفتح جوجل وباجي في searching كبار واكتب واكتب مجموعة من ال الكي وورز. الكلمات الكي دي الكلمات المفتاحية يعني الكلمات اللي هتساعد جوجل تو سيرش تمام ان هو يبحث تمام كده زي مثلا ما قلنا من شوية في الاكزامبل انا عايز ابحث عن جيزة بيراميدز اهرامات الجيزة دي اسمها كي فانا بكتب في السيرش انجن كي ووردز دوت ار كونسيدرد ان يعني ايه من دول يعتبر اكزامبل للالجوريزم كلين روم solve a math problem ولا هي سيرشنج اون ذا انترنت ولا اول ذا بريفيوس انسر طب احنا قلنا طبعا خدنا اكزامبلز الالجوريزمز كتير تمام منها كلين روم منها سولفينج ماس بروبلم منها سيرشنج اون ذا انترنت يبقى الرايت انسر ايه لتر دي اللي هي اول ذا بريفيوس انسر طبعا هنا ايه رايت اور رونج سيرش انجن يوز الجوريزم تو prevalent results for your keywords طبعا اما احنا قلنا من شويه ان في السيرش انجن بيوز الالجوريزم تو سولف تو سيرش بيستخدم الالجوريزمز عشان يبحث تمام طيب علشان يبحث ويديك الريزلت تمام طيب. انت بتكتب له كيوردز فهو بياخد الكيوردز دي تمام طيب. وبيبدا يعمل انالايز عنده يحلل من خلال الالجوريزمز ايه الويب بيجز اللي موست اه relevant اللي بتبقى للكي بتاعتك اللي هي بتبقى مطابقه للكلمات اللي انت كتبتها وبيبدا يطلع حولك. تمام كده فالاجابه هنا طبعا ايه اللي بتبقى صح لانه هو فعلا بيستخدم آه الالجوريزمز اللي, اللي هي الالجوريزم بيستخدم الالجوريزم علشان يبدا يبحث لي عن صفحات او مواقع مطابقه للكلمه اللي انا ايه كتبتها كي اللي انا ايه كتبتها يبقى الاجابه رايت right. The steps to preparing a falafel sandwich is not considered an algorithm طب تحضير سندوتش وطعميه ده ما يعتبرش الجوريزم طبعا ايه رونج لان احنا قلنا ده اكزامبل من algorithms. The steps when cleaning your room are considered algorithms. طبعا ده احنا برضو اخدنا اكزامبل اللي هي اللي steps اللي انت بتاخدها علشان تكلين your room يتعتبر او considered algorithm يبقى right. when you solve a problem in math class, this considered a type of algorithms. طبعا احنا قلنا ايه بقى؟ احنا قلنا طبعا دي تعتبر example للالجوريزم يبقى ايه؟ right. Algorithms help us to determine to determine which results are most relevant to uh, to our keyboard uh, keywords. طبعا صح احنا قلنا ان الالجوريزمز بيساعدنا في تحديد الريزلت بتاعتنا about ايه uh, المطابقه للكي بتاعتنا يبقى رايت right. The keywords tell the search engine what task it want to perform طبعا لأن هو السيرش search engine بيعمل searching about إيه؟ about الكيوود اللي إحنا بنكتبها يعني أنا مثلا بكتب له جيزا بيراميدز دي keywords فهو بيعمل search about إيه؟ about الكلمة كلمة ـ keywords دي وبالتالي يبقى دي اللي, بتق... اللي هي بتقول له إيه التاسك اللي هو هيوديها تمام كده يبقى يبقى right answer. دلوقتي بقى هناخد ليسون 6 اللي هي ال principle اوف كودنج اللي هي مبادئ ايه البرمجه تمام بس مش هن احنا ايه جيت اباوت ايه احنا اباوت ان ايديا اباوت بروجرامنج يعني احنا هناخد ايه فكره مش هناخد طبعا الديتيلز بتاعه الكودنج او البروجرامنج احنا هناخد ايه ان ايديا اباوت بروجرامنج هناخد ايه فكره بسيطه عن ال البرمجه اه وهناخد مجموعه من الاكزامبلز تمام يبقى إحنا هناخد هنا في الليسون ده الـ بتاعت الكودينج مجموعة من الـ examples uh, uh, and how can you create programs أو using coding ممكن نعمل إزاي برنامج بإن إحنا بنستخدم إيه الـ coding أو through الكودينج coding تمام؟ تعالوا كده نشوف في الأول الـ coding what is the meaning of coding؟ الـ coding it is the process of translating the steps of algorithms into program by using programming languages. that the computer can understand. إحنا قلنا إن الألجوريزمز دي عبارة عن إيه بقى؟ الـ pre-programming stage بتبقى إيه؟ manual papers based stage يعني الـ الـ دي الألجوريزمز اللي هي المرحلة اللي بتسبق البرمجة اللي هي بحل مشكلتي on paper بكتب steps تمام الستبس دي بتساعدني او بتعمل لي عمليه ايه؟ ديسكرايب هاو هاو اي كان سولف ماي بروبلم ازاي ممكن بتساعدني في ان انا احل المشكله بتاعتي تمام؟ احنا قلنا هنعتبر مثلا البروجرام اللي انت هتقعد تعمل له كرييشن اللي انت هتقعد تنشئه اللي هو مثلا زي الجيم دي تعتبر بروبلم طب انت عشان تسولف ذيس بروبلم بتكتب لها الجوريزم طب انا عايز بقى اعملها على الكمبيوتر لان انا عايز اعملها لعبه زي الميز اللي احنا قلناها من شويه دي المتاهه انا عايز اعملها كرييت ثرو كودنج بقى يعني اخليها من خلال برنامج واشغلها فعلا وتبقى فعلا المتاهه ديت تشتغل انكودنج من خلال برمجه يبقى انا بعمل ايه بقى بجيب الالجوريزم اللي انا كتبته واعمل له ترانسليتينج او تعمله ترانسفورمينج بحوله تمام انتو بروجرام بحولها بقى البرنامج بس بايوزنج ايه بايوزنج البروجرامنج لانجويج بستخدم لغه برمجه يبقى انا عشان اقعد اعمله على الكمبيوتر بستخدم بروجرامنج لانجويجز لغه برمجه وطبعا زير ار ميني بروجرامينج لانجويجز في برامج لغة برمجه كتير تمام ذات ذا كمبيوتر كان اندرستاند يعني ان الكمبيوتر هي اندرستاند ايه البروجرام اللي انا كاتباه البروجرامينج لانجويجز بلغه البرمجه تمام فبالتالي انا هقعد احول اعمل ترانسفورم للالجوريزم دي لبروجرام آه علشان الكمبيوتر هو بقى اللي هيعمله عمليه تنفيذ ما انا هعمل الجيم على الكمبيوتر تمام طيب انت من خلال الكودنج ده ممكن تعمل ايه كرييت انيميشن موفيز فيديو جيمز تمام يعني ممكن تعمل مثلا افلام كرتون آه تعمل آه فيديو آه تعمل جيمز تمام زي ما احنا قلنا من شويه آه تستخدم فيها الايه الكودينج يعني تبرمج تعمل كرتون بالبرمجه آه تعمل مثلا زي الميز اللي احنا عملناها من شويه لعبه الميز المتاهه آه وزي ما احنا قلنا كمان آه ان انا في عندي ديفرنت لانجويجز في بروجرامينج لانجويجز كتيرة على حسب ما انت بتحب تشتغل بتستخدم اللانجويج ال ال على حسب ما هي سهلة أو صعبة في بروجرامينج لانجويج فور كيدز للمبتدئين يعني مثلا لسه انت مبتدئ في البرمجة زي مثلا في حاجة اسمها سكراتش السكراتش ده لغة برمجة easy to learn سهل إن أنت تتعلمها تمام؟ وممكن تعمل من خلالها جيم uh, و interactive ستوريز ممكن تعمل منها جيم وستوريز uh, تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف كده المثال اللي إحنا أخدناه there are many websites that help you uh, learn coding أه oh, أنا عايزة أتعلم الكودينج عشان اتعلم الكودينج قلنا زر ار ميني ويب سايتس في ويب سايتس كتير منها الكود دوت اورج، الكود دوت اورج ده ويب سايت اون ذا انترنت انت ممكن تدخله تتعلم من خلاله الكودينج تتعلم من خلاله البرمجه تمام اه طيب انت عشان تخش الكود دوت اورج ده اه ال الكود دوت اورج ده كومبليتلي فري يعني هو فري يعني بيحتاج منك ان انت كرييت اكونت فيه بس تدخل تكريت اكونت فيه وبعدين تبدا من خلال الاكونت ان انت بيوفر لك ميني ريسورسز تو تيتش كودينج تمام وكمان بيوفرها للاول ايجز لاعمار كتير يعني المختلف الاعمار ممكن تدخل في الكود دوت اورج وتل... وتليرن او تيتش الكودينج تتعلم البرمجه تمام الريسورسز بيوفر لك طبعا ريسورسز كتيره وكل الريسورسز دي ار كومبليتلي فري بتكون فري كمان في الكود تورج ده, ده كويب سايت او كموقع انت ممكن تدخل تتعلم منه البرمجه there are no requirements or special software required يعني ما بيطلبش منك لا برنامج معين ولا متطلبات معينه انت بتكتب عنده وبتدخل عنده جوه وبتتعلم عنده البرمجه تمام يبقى ده example من examples اللي موجوده اللي 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 that help you to learn اللي بتساعدك في تعلم البرمجه انت ممكن تدخل على الموقع ده اللي هو بتاع الكود دوت اورج وتبدا تكريت اكونت فيه وبتبدا زي ما انت شايف كده ده الويب سايت وبتبدا تتعلم وقلنا فور uh all اول uh لكل الاعمار ممكن تدخل وتتش الكودنج منه وبيوفر resources وكل resources دي كومبليتلي فري يعني ما بيطلبش منك ان انت ايه تدفع فلوس وكمان برضو no requirements or no, or no special software required لا بيطلب منك متطلبات معينة يعني مش لازم يكون عندك برنامج معين ولا بيطلب منك يكون عندك متطلبات معينة عشان تخش وتشارك فيه أو تتعلم فيه البرمجة وكمان في الموقع ده بيدي على حسب العمر يعني انت بتحدد له العمر بتاعك في مثلا من 8 ل 11 سنه وفي بعدها من 12 ل 18 سنه على حسب ما انت عايز فانت بتختار وهو بيبقى موفر لك الريسورس آآ آآ على حسب ايه اكوردنج تو يور age على حسب الايدج بتاعك تمام طب احنا قلنا من شويه الميز دي احنا عملنا لها ايه إيه إيه كالجوريزم كتبنا لها الجوريزم وساعدنا الجور دي ان هي تموف فروم بوينت ايه تو بوينت بي تمام لا احنا بقى عايزين نكريت الميز دي نكريت الميز دي اكوردنج تو ايه ثرو اقصد a. هنعمل كرييت ليه الميز دي آه آه ثرو كودنج من خلال الايه؟ الكودنج من خلال البرمجه، يعني احنا كنا كتبنا المره اللي فاتت آه آه تيك ستيب ستيب وان ستيب تو فورورد تيرن ليفت تيرن رايت دي اللي هي ايه؟ الالجوريزمز طب انا عايز بقى اخد الالجوريزمز دي تمام واعمل لها ترانسفورم احولها بايوزنج بايوزنج آه باي بروجرامنج لانجويج باستخدام لغه برمجه ل إيه بروجرام لجيم لجيم فعلا حقيقيه تمام يبقى إيه احنا قلنا هنستخدم إيه بروجرامينج لانجويج وبعدين هدخل جوه البروجرامنج لانجويج دي ابدا اعمل جواها الكودينج او الامر هكتب الامر اللي هخلي الجيرل دي إيه تموف فروم بوينت اي تو بوينت بي هحاول بقى الاوامر اللي انا كاتباها اون بيبر دي زي ما انت شفته من شويه وانا وريتهولك هي ازاي اتنقلت ازاي بتموف إيه ازاي بتمشي لأننا انا كتب لها انستراكشنز وتعليمات بالكودنج فقدرت من خلالها ان هي تتحرك تعالوا نشوف بقى هو احنا ازاي كتبنا لها الكودنج تمام اه دخلنا على الكود دوت اورج احنا قلنا بيساعدك في ان انت اه تعمل ميز او تتعلم يعني هو الكود دوت اورج ده بيساعدك في ان انت تعمل جيمز اه او ان انت تليرن ايه الكودنج ال يعني هو بيساعدك في الحاجتين دول تتعلم برمجه وكمان ان انت اه ايه تكريت ايه تكريت جيمز تعمل بروجيكتس يعني تمام فبيقول لك الكود ال 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 ده انا ايه, ايه د د د د دخلنا على في الكود دوت اورج وكتبناه تمام دي عباره عن ايه بقى زي ما أنتوا شايفين كده دي عباره عن الانستراكشنز ال, ال, بس انا كاتباها او انا مستخدماها باستخدام البروجرامنج لانجويجت لغه البرمجه لان الاوامر دي الانستراكشنز دي هي اللي هيفهمها الكمبيوتر لكن لما اقول لها تيرن اه 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 تيرن ليفت وموف 10 ستيبس ومش عارفه اتحركي 10 خطوات و اللي انا كنت بكتب بالالجوريزم الكمبيوتر كانت اندرستاند الالجوريزمز امال الكمبيوتر بقى هيفهم الالجوريزمز دي ازاي انا هاخدها واحولها بالبروجرامينج دي دي عباره عن كودز اوامر تمام الاوامر دي عباره عن ايه عباره عن بلوكس بلوكس مقاطع كده انت بتاخد البلوكس دي وبلاي زيم on top of each others. يعني بتحطها فوق بعض يعني ده امر اسمه بلوك وده امر اسمه بلوك ان انت تموفي وبعدين تترني وبعدين تموفي وبعدين تترني وبعدين تموفي. تمام يبقى دي عباره عن اوامر هي دي بقى الاوامر اللي انا استخدمتها في البرمجه طب الاوامر دي جاهزه انا ما ما كتبتهاش لمجرد ان انت بس بتحدد له هو انت عايزها تموف قد ايه تمام وعايزها تترن ليفت ولا رايت تمام فانا هبدا اقول ايه هبدا هو الامر جاهز وانا اخذته وكتبت فيه بس هي هتموف قد ايه هي الستبس اللي هي هتموفها مثلا هتمشي 10 ستبس هتمشي 1 ستيب هتمشي عدد الستبس اللي هي هتمشيها تمام انا جبته منين اخذته هو امر جاهز موجود في البرنامج تمام انا سحبته عملت تمام وحطيت وقعدت اعمل لهم ايه بوت ذم حطيت دول كلهم كده ان توب اوف اتش اذر ولزقتهم في بعض كلنا طبعا عارفين البازلز اللي هي المكعبات انت عشان تكون شكل معين بتبدا تحط الايه البازلز دي على بعض عشان تكون في النهايه شكل طب انا عايز اكون اوامر تخلي الجار تتحرك من النقطه A إيه للB فانا هبدا اقول لها ايه امشي عشر امشي مثلا خطوه يبقى انا اخترت الامر اللي مكتوب عليه موف وقمت سحبه وحطه وبعدين عايزها بعد ما تموف مثلا خطوه تمام هقوم ساحب الايه الامر بتاعت التورن واقوم ايه حطه لازقه فيه هلزقه فيه يعني هعشقه فيه زي البازلز كده وبعدين هقول لها امشي موف تاني وبعدين هقول لها لا ترني تاني تمام هسحب هبدا اسحب الاوامر واعمل لها ايه بوتينج وايه زي ما اتش ان توب اوف اتش هحطها فوق ايه فوق بعض تمام كده يبقى ده اكزامبل للميز بالكودينج بقى احنا شفناه ازاي بالايه بالالجوريزمز انا خدت الالجوريزمز دي بس حولتها لايه لكودينج الاوامر لان الاوامر دي هي اللي الكمبيوتر هيقدر يفهمها وينفذها لان الكمبيوتر هو اللي هينفذ يبقى الكمبيوتر هي, هي... هيقرا اول بلوك انا كاتباه او اول امر انا اخترته وبعدين يبدا ينفذه هيمشيها وبعدين هيعمل لها تيرن وبعدين يمشيها ويعمل لها تيرن هي دي الاوامر الكمبيوتر ذات ايه ذات ذا كمبيوتر اندرستاند يبقى ده اسمه ايه بقى اسمه الكودينج اللي خلى فعلا البنت تموف من بوينت اي تو بوينت اي بي يبقى خلى خلك الصوره بتاعه البنت فعلا تمشي وتتحرك على حسب الانستراكشنز اللي انا كتبتها لها تمام تعالوا نشوف انذر اكزامبل في الاكزامبل ده بيقول لك ايه اوردرز ذا ستيبس تو ميك ذا بيرد فلوين ذن بيك اب ا ورم اند تيك اي To its اتس ال البيرد ده احنا عايزينه يفلاي وبعدين يروح ياخد بيك اب الورم ياخد الورم دي فروم ذا فلور وبعدين اي 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 بعد ما يتيك الورم يوديها للنيست بتاعه لي البيبي بيرد للبيبي بيرد اللي هو الطائر الصغير ده فهو مديك الاوردرز دي عايزك ترتبها وبعد ما ارتبها. يبقى انا كده هعمل الجوريزم يبقى انا كده مثلا تعالوا نشوف كده ارتب يعني شوفوا كده طيب الفيديو ده اهو بدا هو ياخد ايه البيرد يطير يبيك البيرد وبعدين يفلاي وبعدين يوديها للبيبي بيرد فين في الايه في النيست تمام طيب ده كده اللي هو ايه ده الكودنج ده الكودنج ده الامر اللي انا كتبته اللي ساعد مين اللي ساعد البيرد ان هو يفلاي وبعدين يبيك الورم وبعدين ده كودنج ده عن طريق الكود تمام، الكود اللي هي الأوامر اللي أنا كتبتها تمام أهي دي كده الأوامر اللي هي الكودينج لكن الخطوات دي اللي هي الالجوريزمز بقى هقول له انا هكتب عن نفسي ان هو اول خطوه هي فلاي تو فايند ذا ورم وبعدين نمبر 2 لوكيت ذا ورم وبعد نمبر 2 ستوب تو فلاي هو خلاص لقى الورم وبعدين هي stop من الفلاينج وبعدين هي اب ذا ورم وبعد ما يبيك اب الورم فلاي ذا نيست هيرجع تاني للنس تمام وبعدين يعمل ايه بقى فيد ذا ورم تو ذا بيبي بيرد وبعدين ياكل الورم للبيبي بيرد دي عباره عن ايه دي الستبس دي الجوريزم تمام الالجوريزم دي ايه ديسكرايب وصفت لي هاو ازاي البيرد ده هيفلاي وياخد الورم وبعدين يوديها لي النست مره تانية انا كاتباها كده اون بيبر ده الجوريزم اخدت بقى الالجوريزم ده وعملت له كودنج تمام عملت له كودنج تمام كتبت الاوامر شايفين الانستراكشنز برضو شكلها بلوكس اهي زي ما انتم شايفين تمام وحطيت ايه بوت ذيم on top of each others وحطها قعدت أسحب هوريك دلوقتي في حاجة مثلاً اسمها الكوز بيس كده دخلت على الكوز بيس دي تمام وعملت من خلالها الكودنج بتاع الايه البروجكت ده ان انا ازاي خليت البيرد ده يفلاي وبعدين يروح على الورم وبعدين يبيك الورم وبعدين يفلاي تاني وبعدين يروح على الايه على النست ويفيد البيبي بيرد تمام دخلت على الكوز بيس الكوز بيس ده برضو زي ما انتم شايفين كده بتقدر من خلاله تبقى في جروب وتعمل بروجكت تمام ادي الكوز بيس انا بس عشان اوريك شكل الاوامر بتبقى ازاي انا مقلف الاوامر جاهزه وانت بتسحبها زي البازلز تمام بص كده معايا ده اللي هو الكون سبيس اللي بتقدر من خلاله ادي كده الانفايرومنت البيئه انا مثلا اخدت الشكل بتاعي ده اللي هو الشكل ده اللي هو الشكل ما هو زي ما عندكم وبعدين جيت جبت من اللايبراري جيت جبت مثلا الانيمالز انا عايزه بيرد فاخدت ايه مثلا الطائر جيت اخدت الاير وخدت الطائر اللي انا عايزاه تمام؟ وجيت بعدها أخذت مثلا الورم اللي انا عايزاها وحطيتها وحطيت 3 دي ومثلا حطيت الولد ده شكله ممكن احطه ممكن ما احطوش امسحه مش مشكله اقول ديليت مش عايزاه تمام؟ طيب دي عباره عن ايه الديزاين؟ ان انا صممت شكل مين؟ يبقى ده انا بقيت بدات أكريت اكرييت بقى الايه الجيم دي ان انا انا عملت دي ازاي؟ فانا دخلت على الكود بيس هو هيساعدني في الكودينج في البرمجه فانا بدات اعمل ديزاين صممت وحطيت الايه الاشكال بتاعتي اللي هتساعدني في ان انا اعمل ده المشروع ده وبعدين جيت بعد كده بقى هعمل حاجه اسمها الكود 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 بقى اللي هو الاوامر اللي هتساعدني في ايه بقى ان تخلي لي فعلا البرد ده يفلاي انه تخليه يبيك الورم ان تخليه يرجع يفلاي تاني يروح للناس تمام كده طيب عملناها ازاي بصوا كده لما لما انا قلت له الكود انا عايزه الكود ايه اللي حصل اداني كوبلوكس البلوكس دي البلوكس دي اللي هي الاوامر زي ما انتم شايفين كده دي انا مثلا ايه هشيل لك دول كده دي اوامر اهي انا هبدا اشيلها اهي انا مش عايزاها انا هوريك انا عملتها ازاي مثلا تمام دي كده اوامر اهي دي اوامر هو موجوده عنده في البرنامج تمام انت بتاخد الامر على حسب انت عايز تعمل ايه انا مثلا عايز اعمل له ترانسفورم انقله تمام هخليه موف بصوا كده بصوا البلوك ده بلوك ده اسمه بلوك او امر انا بسحب الامر انا بقول له ايه لما اضغط وين بلاي لما اضغط على زرار بلاي يعني اقول له ابدا وريني هتعمل ايه تخليه يموف يتحرك طب هتخليه يتحرك ايه ده الكلام ده على مين على البرد ده البرد ده مستخبي ورا هتشوفه دلوقتي هتخليه مثلا يتحرك قد ايه انا مثلا هقوله يتحرك مثلا 5 ستيبس خمس خطوات تمام كده تعالوا كده نجرب اما اقول له كده تعالوا نشوف نقول بلاي ها اهو بدا بصوا بدا يطير ويتحرك قام تعالوا كده نرجع تاني وازود مثلا ايه الخمس خطوات دول اخليهم مثلا عشر خطوات هقول له مثلا امشي عشر خطوات تمام وارجع اقول له طب ليه كده وريني اهو بدا اه فوصل شويه مثلا للايه لل, لل... للورم بدا يروح للورم تمام فانا اللي عليا ايه ان انا بعمل ايه انا باخد الامر اللي هيساعدني في الحركه طب انا مثلا عايزاه بعد ما يمشي يبدا يتورن يلف تمام طب هيلف في ناحيه مين يلف في ناحيه مثلا اللي هو ال ال الورم دي تمام فانا هبدا اختار اسمها تمام فهبدا اقول له ايه بعد ما تمشي 10 خطوات لف تعالوا كده نشوف اهو بدا يلف تمام طب هو لف يعني ايه هو دلوقتي ايه بعد ما راح عند الورم بدا يلف طب انا عايزة يمشي تاني يرجع للنست طب هرجع احط له امر تاني زي ما انتم شايفين كده تمام العمليه سهله مش صعبه طب انا عايزة مثلا يتكلم هختار الامر ان هو اخليه مثلا يتكلم وهكذا يبقى انتم شفتوا البلوكس البلوكس ايه بصوا ايه البلوكس دي بتبقى عباره عن ايه اوامر جاهزه وانت بتعمل ايه بوت ذيم اون توب اوف each اذر ببدا ايه احطهم لا الامر ده مش عايزه طب ده الامر ده مش عايزه طب انا عايزه اجيب الامر ده واحطه شوفوا زي البازلز كده فبيبدا الكمبيوتر يقرا البلوكس او الاوامر دي وبيبدا ينفذها على حسب امر امر انت كاتبه هي دي الكودنج هي دي البرمجه اللي خلت فعلا الطائر ده يطير اللي خلته يتحرك اللي خلته يجي عندها وبعدين بعد كده ياخدها في طبعا اوامر ثانيه بقى ان انا بقى اقول له التقطها يخ... وبعد ما يلتقطها يروح للنست ومثلا زي ما انتم كنتوا شايفين في الايه؟ في المشروع اللي انا كنت عاملاه اللي هو ده المشروع ده اللي هو ده اللي هو بنقول له ايه؟ اهو بدا يطير وبعدين يجي يعمل بيك للايه؟ للورم وبعدين خد الورم وراح للايه؟ للنست تاني وبعدين بيبقى يعمل ايه؟ شوفوا انا ايه دي كلها عباره عن ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين من شويه عباره عن ايه؟ عباره عن بلوكس او اوامر انا حطيتها له تمام؟ حطيتها ورا بعض، والأوامر دي هي اللي خليته إيه؟ يبدأ ينفذ اللي أنا بطلبه منه، تمام؟ ويبدأ يتحرك أو يمشي زي ما أنتم شايفين كده، هي دي الأوامر اللي هتخليه يبدأ ينفذ الحاجات اللي أنا إيه؟ اللي أنا طالباها منه، تمام؟ طيب. دي بقى ايه الاوامر اللي هي الاوامر اللي هي حاطينها فوق بعضها خلت فعلا الطائر ده يطير ويبيك اب الورم وبعدين ايه يفلاي للنيست ويفيد للورم بتاعه دي شكل البرمجه بفكره بسيطه كده تمام ودي تعتبر ايه ايديا اباوت ذا بروجرام يعني دي تعتبر فكره على البروجرام على البروجرامنج تمام مش 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 طبعا البروجرامنج طبعا ليها ديتيلز كتيره لكن احنا ايه اخدنا ايه اخدنا ايديا اباوت ا فكره بسيطه على البروجرامنج تعالوا بقى نشوف ايه مجموعه من الكويشنز تشوز ذا كوريكت انسر نقط is writing multiple algorithms to create complete program يبقى انا بجيب الجوريزم مع الجوريزم مع اللي هي الالجوريزمز اللي احنا خدناها علشان اجيب اعمل ايه complete program عشان اعمل برنامج هو ده ويندوز ولا وورد ولا كودنج ولا بنت طبعا ده بيبقى الايه الكودنج الكودنج ان انا بجيب الالجوريزمز واحولها عشان اعمل منها ايه برنامج you can learn coding and create maze using many websites. احنا قلنا في ويب سايتس بتساعدك ان انت تكريت جيم اه تكريت ميز اه تعمل ويب سايت تليرن كود دي طبعا مين الكود دوت اورج اللي هي لتر ايه you can create By using coding أنا ممكن أعمل إيه باستخدام الكودنج؟ أعمل animation ولا movies ولا A B ولا none of the previous؟ طبعا أنا ممكن أعمل game و interactive stories و animation و movies يبقى ال right answer A C اللي هي A B. أنا ممكن أعمل animation و movies أه برضو أه choose the correct answer you can create animation movies and game using أنا ممكن أعمل animation و movies و game by using a coding طبعا مش هنستخدم الاكسل والوورد لا بنستخدم الكودنج اللي هو البرمجه او التكويد يو كان نقط اد كود دوت اورج في كود دوت اورج انت ممكن تعمل ايه دي كانت جت قبل كده بس بشكل مختلف ان انا ممكن اعمل ايه اليرن الكودنج وكريت ميز تمام يبقى اه 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 اللي هي اه سؤال كمان اللي هو بيك ترو اور فولس coding is the writing of multiple algorithms to make complete program صح ولا غلط؟ تمام مش إحنا قلنا هو الـ coding إن أنا بكتب algorithms علشان أعمل بيها إيه بحول الـ algorithms دي عشان أعمل بيها برنامج كامل يبقى write You can use programming codes to identify the path needed to reach your goal. يعني مثلا البنت اللي هي في الميز دي إيه احنا هي كانت عايزه توصل من البوينت A للبوينت B فاحنا عملنا لها باث او مسار اللي هي ايه امشي فورورد ام وبعدين تورن ليفت وبعدين جو فورورد وبعدين تيرن رايت وهكذا ده باث او مسار تمام؟ انا استخدمت البروجرامينج زي ما انتم شفتوا ازاي خليت الميز دي البنت دي تتنقل عن طريق البروجرامينج؟ يبقى الاجابه صح او right answer الميزز are an example of things you can create using a code طبعا ممكن حاجة الميز دي تعتبر انا ممكن كمثال عن طريق استخدمت فيه الكودينج طبعا احنا قلنا عملناها يعني احنا شفنا عملناها ازاي بالالجوريزم وازاي عملتها باستخدام الكودينج يبقى right answer computer like humans use different languages يعني احنا قلنا عشان اعمل بروجرام عشان اعمل جيم عشان اقعد اختري حاجه على الكمبيوتر ممكن أستخدم many بروجرامينج لانجويجز او ديفرنت لانجويجز بعض لغات البرمجه او لغات برمجه كتير uh, uh, بتساعدني في ان انا ممكن اعمل منها برنامج وانا بستخدم البرنامج اللي هو السهل بالنسبه ليا اللي انا بفهمه اكتر ففعلا الكمبيوتر لايك هيومنز زي العنصر البشري ممكن تستخدم فيه مجموعه من اللانجويجز يبقى الاجابه رايت ذا فيديوز جيمز الفيديو جيمز ذات يو بلاي اونلاين وير ميد باي هو الفيديو جيم اللي انت الجيم اللي اللي انت بت, بتلعبها اونلاين دي بتبقى معموله بالكودنج ولا احنا قلنا طبعا عشان تعرف تلعب الجيم دي والكمبيوتر يقدر ينفذها لازم اعمل لها كودينج يبقى رايت انسر there ار ميني ويب سايت ساتش اس فيسبوك ذات كان هيلب يو تو ليرن ديفرنت بروجرامنج لانجويجز انا عايز اتعلم لغات برمجه بستخدم الفيسبوك طبعا رايت رونج انسر احنا قلنا ممكن نستخدم ويب uh, سايت زي ايه كود دوت اورج ذا انيميشن اند موفيز يو واتش ديزايند باي اكسل انا عشان اعمل كرتون مثلا و... و وجيم مثلا استخدمت الاكسل طبعا ايه رونج انسر احنا ممكن نستخدم البروجرامنج لانجويجز اللي هي لغات البرمجه هي اللي بتساعدني في ان انا ايه اعمل موفيز اند أكتيف ستوريز اللي هي لغات البرمجه تمام كده وبكده نكون خلصنا النهارده ليسون 5 لسون 6 اللي هي البروجرامينج تمام وطبعا احنا خدنا ايه ايديا بسيطه اباوت البروجرامينج ما تكلمناش في الديتيلز بتاعت البرمجه بنوريك بس ازاي ممكن تستخدم البرمجه او البرمجه بتتعمل ازاي تمام ايه اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.